أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تراجع عدد العاملين بالرعاية الصحية في غزة واستشهاد 200 طبيب على الأقل بالقطاع. قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في غزة إنه من غير المعقول أن يسمح العالم باستمرار ما يحدث في غزة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى نحو 94.